أسبوع حافل لهذا المتقاعد الستيني يرصد بعدسة جواله التشوهات البصرية في أحياء محافظة الأحساء لإرسالها إلى تطبيق بلدي بعد أيام من إطلاق حملة صور وأرسل. والله صورنا صور التشوهات عند أرصفة وبيوت مهجورة وعدة محلات، يعني مثلا محلات زبالة، محلات في المناطق اللي حال الأسكان بين الناس، فالبلدية مو بتقصر وبترجع الموضوع بتعدل كل ما كان ما صورناه سابقا. أطلقت الأحساء برنامجها لمكافحة التشوهات البصرية في المدينة منذ أكثر من شهرين، برنامج صوتك مسموع شارك فيه أكثر من 3500 متطوع من أبناء المدينة. وصل عدد البلاغات الواردة إلى أمانة الأحساء بما هو اختصاص التشوه البصري عن طريق برنامج صور وأرسل أكثر من 2500 بلاغ، تم ولله الحمد خلال الفترة الماضية بمعالجة أكثر من 75% منها. تأتي هذه الحملة لتواكب عملية التوسع الكبيرة التي تعيشها المحافظة في الأطراف وتقادم مباني وسطها التاريخي. رصد التشوهات البصرية يكون عن طريق العديد من العناصر، منها حفر الطرق إضافة إلى مخلفات الهدم والبناء، إضافة إلى إصلاح الأرصفة والإنارة. ويشارك كثير من كبار السن في هذه الحملة رغم اعتمادها بشكل كبير على التقنية وتطبيقات الجوال. عوض فياض MBC الأحساء.